السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تشاهد كيف أصبحت النباتات التي لم تحظى بعناية تامة طيلة فترة الحجر الصحي، كونها كانت في أحد الأسطح منسية طيلة هذه المدة بدون ماء، وكانت مقابلة للشمس والحرارة. ف غياب كذلك تساقط الأمطار طيلة هذه المدة جعلتها تصبح يابسة، أوراقها كلها جفت من الماء للنبتة، رغم كبرها لكنها جفت وأوراقها ماتت. كذلك هذه النبتة جفت من الداخل، بقي فيها بضع براعم صغيرة ممكن أن تنمو إن كانت هناك تربة وماء وذبال متوفر. كذلك هنا نبتة مثلها ماتت، بقيت هذه البراعم الصغيرة من هذه النبتة يمكن معاودة إحيائها من خلال الماء والتربة. كذلك أيضا هذه النبتة تعرضت كذلك للجفاف تام، ممكن أن تستعيد بريقها من خلال السقي والري. كذلك نبتة القلب، القلب المعروفة، فهي جفت تحتاج إلى الماء والظل. هذه النبتة تحتاج للماء والظل كثيرا، سنعاود سقيها لكي تعود لها الحياة من جديد. تحياتي لكم مجددا ومرحبا بكم.